زين هلا راح ناخذ الكتابة في ملف، شايفين كيف؟ بناخذ الكتابة في ملف، خلونا نعدل ملف القراءة، يعني بنضيف له ملف للكتابة، اسم ملف الكتابة بصير بدل ما ياخذ بارامتر واحد ياخذ بارامترين، بارامتر بنقرأ منه بارامتر بنكتب فيه. تماما، واحد بنقرأ منه واحد بنكتب فيه. فهلا شو بنشتغل؟ بنجي بنعدل بالريد، الريد فايل بنتركه لحاله، خيو خليه لهذا لحاله، بس بنرجع ننسخه كله. لاحظوا عملية النسخ، ما أسهل طريقة لعملية النسخ، الضغط الناقص نسخ السطر كله، بتكون نسخته كله. تعمل كوبي حطه هون بيست. هلا صاروا عندك اثنين بنفس الاسم، لهيك اعطاك خطا. هلا بتغير الاسم، بتكتب ريد اند رايت، ريد فروم فايل اند رايت تو فايل. شايف كيف؟ رايت تو فايل، ماشي. اذا بياخذ اس فايل هذا للقراءه، وبناخذ اس تارجت يعني وين بدنا نحطه، اس سترينج، واثنينهم بيكونوا مسارات، ماشي. هلا شو عملنا؟ السبروتين الاول تركناه مثل ما هو، السبروتين الثاني غيرنا اسمه صار واحد ثاني، صار بيقرا وبيكتب. هذاك شو بيشتغل؟ بيقرا بس، ماشي. فنحن مش عم نعيد نفس كتابه الاسطر، بنستفيد من القصه هاي. فهلا نفس الوضع، اذا كان ملف القراءه غير موجود بنطلع. هلا بنجي لملف الكتابه، ملف الكتابه بقى على خياراتنا نحن. ملف الكتابه منطقيا بدكم تفكروا بشكل منطقي، ملف الكتابه اذا موجود معناتها بدك تتخيل انه بدك اللي بده ينكتب بده ينكتب فوق منه، ماشي. فانت اذا حابب تلغي اللي موجود ففيك تحذفه. طيب اذا الحذف ما بيناسبك، شايف كيف؟ فيك تعمل له نسخه، فيك تطلع رساله انه دير بالك في حذف بده يجي على الطريق، فيك تحذف بدون ما تعطي الرساله، فيك تعمل اللي بدك اياه. اذا القضيه بكتابه الاشكال هاي والامان، انت بتتحمل المسؤوليه. والله انا في عندي ملف انحذف، الدكتور هيثم هو المسؤول، لا ما له علاقه. شايف كيف؟ المسؤول انت، فكر شو بدك، كل الخيارات معك، فكر شو بدك تعمل، ماشي. هون بلغه البرمجه بيحذف لك الملف، ان شاء الله يكون ملف سيستم، وبيروح وما بتفوت تلاقيه بسله المهملات، لا راح خلص انتهى، تعمل له كيل وراح قتل يعني. عرفتوا كيف؟ فهون لملف الكتابه بتكتب اف، نفس الحكي، اف اي او دوت فايل دوت اكزيست. هلا شو بنحط؟ التارجت، اس تارجت إذا كان يساوي ترو، فهون نحن بدنا نعمل له كيل فايل منشان ما يكتب فوق منه، كيل اس تارجت. فهون حكما المعلومات اللي بدها تيجي هي المعلومات الجديدة، كل ما استدعيت الملف حتى لو كان في معلومات قديمة راح. شايفين كيف؟ فلاحظ أنت إذا زعلان عليه للملف فيك بكل بساطة تعطيه اسم كثير صغير، مثلا ضف له لامتداده حرف رقم صفر مثلا، شايف كيف؟ وتحفظه. فيك تكتب مثلا هون تكتب ديم اس فايل، مو اس فايل، بتقول اس فايل سيف، سيف از سترينج. وهلا شو بتشتغل؟ تاخذ نفسه للملف مشان ينحط حد منه. فهذا انت بتكون امتى ما حبيت فيك تشوفه، فيك تسميه، بتحط له قيمه، القيمه اللي بدك تحفظها اس سيف كنترول في يساوي نفس اس تارجت زائد عدل له شوي باسمه، يعني منشان ما يعطيك خطا ولا بدك تنسخه منه لإله صفر. فلاحظ بيطلع معك هون، ترجع تكتب فايل كوبي يعني نسخ اس تارجت بي اس فايل سيف.
يعني اعمل عنه نسخة وبعدين اقتله للاستارجت. فهلا الاستارجت قبل ما نحذفه شو عملنا؟ عملنا نسخة عنه هي نفس اسمه بس بتنتهي بالصفر. بس تفتح الكمبيوترات بتشوف انه صار عندك بدل ملف ملفين، الملف اللي انت استخدمته ملف بينتهي بالصفر، بس تفتحه بتشوف المعلومات القديمة اللي كانت موجودة قبل. هون قتلناها بس هون انت ما اقول لك اذا حبيت تحفظه احفظنا محتوياته باسم جديد. ايوه بس هو انحذف، عرفت كيف؟ طيب هلا هون صار فيك بقى تفتحه للكتابة، بتكتب فايل، خلينا ملفات الكتابة مكتبة هون، فايل اوبن، نفس التعليم، لاحظ ما اجمل اللغة، ما بتختار نفس الرقم، ما بتختار نفس رقم اليونيتي للكتابة والقراءة، هلا بنختار 2 فاصلي، ما بنختار اس فايل، كمان اس فايل مفتوح لمحل تاني، تبقى اس تارجت. وهلا شو بنختار؟ خيار الكتابة اوبن. هلا بتقلي ليش ما بختار اوتبوت؟ فيك تختار اوتبوت بس اوتبوت ما بي تحتفظ غير بسطر واحد. افترض انت بحلقه اوتبوت دائما بيحذف، فانت مو هدفك تحذف، هدفك تكتب ملف فيه مجموعه اسطر بس يكون ملف جديد. مشان هيك بنختار اوبن بس بنحذفه للملف كله قبل ما نبدا بالعمل، ماشي؟ اذا هلا منيجي هون بدنا نختار، اذا قلنا هون في عندنا متحول من نوع string، فبنقول string الاس يساوي شو بدنا؟ بدنا ناخذ الاكس مثل ما هي ونطبعها، عفوا الاكس بدنا نربعها، ما هيك؟ فبنقول اكس ضرب اكس، افتحوا قوس، بنسكر القوس تو سترينج زائد البقية نفسها. انتبهوا هلا ما انما نطالع التكست بوكس، لا هون هلا بناخذ سطر وما في داعي نضيف هدول لانه احنا ما نكتب بملف، شايفين كيف؟ هلا شو بنكتب؟ برينت لاين، وين بدنا نحط السطر؟ بدنا نحطه باي يونيتي؟ برافو 2 فاصلي، شو بدنا نحط؟ قيمة S، القيمة السطر. فهلأ ما يقول لي افتح 2 ضيف سطر محتوى مربع X زائد فراغ زائد Y. هلأ هون بنقول له فايل كلوز، فايل كلوز 2، ماشي؟ حلو. هلأ هون كيف بدنا نستخدمه؟ نجي ع زر جديد، نفتح زر جديد، الإيقونة ما بقى مناسبة لأنه فيه كتابة، حط أي إيقونة تاني ما في داعي بقى. شو ما بدك تحط هون ما ظهره لأنه امتداد إيقون ما أخذه بعين الاعتبار للصور، فحط اللي بدك إياه، حط هاي المطرقة مثلا، ماشي؟ طيب هلا شو بنشتغل؟ بنستدعيه، بس تنستدعيه هون بدك شو؟ بدك أنت تحدد وين بدك تحط الملف، وبدك تحدد الملف اللي بدك تقرأه، معناتها بده يطلع لك عندك مربع حوار للقراءة وللكتابة. فيك تحطهم بزرين، زر بيفتح وزر بيسجل، بتحبوا هيك؟ طيب خلوا هاد معناتها نحافظ على نفس الرمز القديم، شايف كيف هذا بس بيفتح؟ لا لا معلش، شو بدنا يعني؟ هذا بس لانه هذاك فيه كود بداخله، اوبن، وين صار اوبن؟ اوبن اوبن حرف الاو، خلينا نحطهم زرين فوق بعضهم بشكل حلو. اذا بننسخه لهذا بنكتب سيف، بنغير الايقونه،
شفتوا كيف؟ هلا بالنسبة لمربع الحوار اللي بالأوبن فينا ننسخه مثل ما هو لهون، بس بدون ما نستدعي التابع. لاحظ كل هالحكي بنجيبه بنحطه هون. هلا بس نضغط على هذا الزر شو بيشتغل؟ بيفتح بيحدد لنا الاسم الملف ولا بيعمل شيء. ايمتى بده يعمل؟ بالسيف. بالسيف بدنا نعرف وين نحطه. بتعرف وين نحطه؟ بدك تختار أداة تبع حوار تبع سيف ديالوج بوكس. إذا هاي نفس القصة بنجيبها وبتطلع تحت مثل العادة، فبنحدد اسمها للأداة، بنفوت على سيف بنخليها هي تطلع سيف مو سيف لا دي شو ديالوج شو ديالوج. اوكي هلا شو بنقول؟ بنقول كمان اذا كانت نوثينج بنخليها تروح برا، يعني اذا انت عملت كانسل فما في داعي توقع بالغلط. هلا هلا بنستدعي التابع اللي هو شو؟ ريد اند رايت. ريد اند رايت تو فايل. فهلا شو بياخذ بدل البارامتر؟ بياخذ بارامترين، بياخذ الاوبن ديالوج اللي حددوه والسيف ديالوج، هاي للقراءه وهون للتسجيل. ماشي. وحتى تصير العمليه جميله جدا شو بتشتغل؟ يكفي انه هذا تعمله غير مرئي. لاحظ كيف مشان ما تكبس عليه قبل ما تحدد قبل ما تحدد شو زر الاختيار. تصور انك مختار الاوبن ما مختار بده يعطيك خطا، فانت اعمله غير مرئي واظهره وقت اللي بتختار الملف. فشو بتكتب له؟ شو رقم البوتون 11؟ تكتب هون بوتون 11 خليه يصير مرئي دوت فيزيبل يساوي ترو. شو يا زين هسه؟ انا بلعب اول بالعادة بتنعس انت بهالوقت. لاحظوا معي هلا بنختار نفس الملف. لاحظوا نفس الملف اللي هو ماي داتا. وين صار ماي داتا؟ ماي داتا ماي داتا اوبن. لاحظوا كيف ظهر الملف اللي تحته، هيك صارت العملية مسيطرة عليها. عمل شيء ظهر صار فينا نستدعي نكبس عليه بيعطينا وين بدك تحفظه. فرح خلينا نحفظه على سطح المكتب بملف اسمه 1.dat سيف. ماشي؟ كتب لانه ما لغينا سطر الكتابي بال على التكست بوكس واحد، ما هيك قصدك؟ ما لغينا، ما احنا نسخنا كل محتويات هذيك لهون؟ هلا بدنا نشوف الملف اللي تكون، هلا شوفوا 1.dat ليك وين؟ هذا تكون فيه كل اكس هو مربع اكس القديمه. هلا تترسمه يكفي انك تسحبه على برنامج رسم معين. اذا هذا مربع الاكسات تبع البرنامج اللي عملناه بترقيم هذا المنحنى. ماشي؟ يعني عمليا رح هلا ناخذ مثال ثاني عن حساب المساحه تبع الملف اللي بنقرا. ماشي؟ ورح ناخذ طريقه فينا ناخذ طريقه حساب المساحه بدون ما ناخذ مصفوفه. ماشي؟ طيب هلا فينا ناخذ كمان سبروتين جديد حابين تخلصوا وبناخذ اخر واحد. طيب خلصوا